إذن مشاهدينا، ضربات إسرائيلية متكررة في سوريا، وفي كل مرة وعيد إيراني بالرد على هذه الضربات لتعود الحرب الإيرانية الإسرائيلية غير المعلنة وغير المباشرة إلى أراضي الجوار. في سوريا تحديدا ضربت تل أبيب مصالح إيران وميليشياتها 43 مرة منذ بداية العام، وهو ما يمثل ما يقارب ضعف الهجمات المسجلة بعام 2022 كامل. طبعا الضربة الأخيرة على ريف حلب الشمالي تسببت بمقتل 17 عنصرا من جنسيات مختلفة بين عراقي وغيره، أهم الضباط في الحرس الثوري الإيراني سعيد أبيار الذي كان في مهمة استشارية بحسب وكالة مهر الإيرانية. إذن مشاهدينا، ضربة دفعت قائد الحرس الثوري حسين سلامي للخروج عن صمته يتوعد مجددا إسرائيل بدفع ثمن دماء من وصفهم بالأبرياء.